السلام عليكم اصدقائنا ومتابعينا بكل البرامج. هذا ميز اكريليك. تبوا علي زين. هذا الارتفاع مالته خاف ام الصالون او مركز التجميل يعني ما يعرف القياسات، خلينا نقول لكم اياه. هذا منا للقاع 78 سنتيم، اوكي. العرض مالته متر ضبط، وهذا الارض او العمق 40 سنتيم ضبط، اوكي. يجي هيجي رجليه كلش راقيه مرتب، هذه فارغه تجي هنا هنا يخلونها يعني متعلقات بثلاث مجرات. هاي المجرات مالته ثلاثه، اوكي. وهذه هنا طبعا هاي متحركه، احنا ما مثبتيها على مود النقل، هي تثبت ببراغي، تجي تخليها هنا وتجي تخليها هنا براحتك. هاي ماده ان دي اف، طبعا لا تنشخط ولا شيء، شلون المرمر، بس هي ان دي اف. هذا ميز جدا متين بهذا اللون الابيض وبهذا اللون الاسود، كانه مرمر. هذا ما مطلعين اسود، بس احنا حكينا لكم على الابيض، بس هو هذا هم متوفر. تحياتي لكم، كان وياكم حق الدرب من مكتب ميزان الذهب لمواد التجميل والعناية بالمرأة بغداد الشرج، عمارة روز الفرع الثاني، العامرية، شارع العمل الشعبي.